ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي. أهلا بك دكتور معنا. يعني بداية، ما تفاصيل هذه العملية وكيف تمكن الجيش من إحباطها؟ مساء الخير. العملية في منطقة غدوة، منطقة تبعد جنوب سبها 70 كيلومتر، وهذه المنطقة من جنوب سبها وحتى تصل إلى الحدود التشادية النيجيرية، منطقة فيها فراغ سكاني. تتميز هذه الجغرافيا وهذا الحيز الجغرافي بقلة عدد السكان وندرة السكان، تباعد القرى عن بعضها البعض، بالإضافة إلى الطبيعة الجبلية القاسية والأودية العميقة في هذه المنطقة، فهي مكان خصب لتواجد المجاميع الإرهابية، وخاصة مجموعة الموقعون بالدم التي رأسها الجزائري مختار بن مختار، تتحرك في هذه المنطقة في جبال السود وجبال الهاروج وجبال تبستي، بالإضافة إلى المتلت الذي يربط ليبيا ما بين ليبيا والجزائر والنيجر. وهذه العملية التي حصلت في منطقة غدوة ليست منفصلة عن مجموعة من العمليات قامت بها المجاميع الإرهابية، سواء في الحقول النفطية ابتداء من منطقة زلة التي تقع جنوب سرت، وامتدادا حتى أوباري. هذه المناطق تتحرك فيها المجاميع الإرهابية وتقوم بعمليات بين الحين والآخر، والآن توفر لديها المدد دكتور محمد، استهداف المواقع النفطية اليوم من قبل الخلايا الإرهابية، هل هو تكتيك تركي جديد لاستغلال ثروات ليبيا؟ أنا كنت في صدد الإجابة على هذا على هذا على هذا السؤال. الأتراك الآن ركزوا تواجد المجاميع الإرهابية في الساحل الغربي لليبيا بعد استيلائهم على قاعدة الوطية الجوية، وهي القاعدة هذه مشرفة مباشرة على الصحراء، هي بوابة الصحراء الغربية الليبية. فالمجاميع الإرهابية وخاصة من التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش والقاعدة ومن لفهم، يتم إنزالهم إما في الوطية أو في صبرات، لأن صبرات بها خلايا إرهابية تعرضت في عدة مرات للقصف من قبل طيران الأفريكوم هذه المنطقة. فالأتراك الآن يحاولوا تشتيت انتباه الجيش الليبي بفتح بؤر إرهابية أو بؤر صراعية في الغرب، في الجنوب الغربي، في الشرق، في الشمال، وهكذا من أجل أن يحاولوا خلق بلبلة أو خلق زعزعة في صفوف القوات المسلحة. لكن على قلة الجنود الموجودين في المنطقة الجنوبية هم يقظين لكل هذه التحركات، ولذلك قوبلت هذه العملية مباشرة بنيران القوات المسلحة وقضوا على 3 إرهابيين من الذين قاموا بالعملية في مدينة غدوة. إنما الأتراك لم يعد هذا الأمر خاف على أحد، يعني أمام العالم، أمام مرأة ومسمع العالم، الأتراك يوميا يزجون، بالإضافة لل400 الذين جاء بهم من قطر. دخلت قطر الآن على خط المجاميع المرتزقة الذي تم نقلهم من شمال سوريا تدريبهم في قطر، ثم نقلهم إلى ليبيا للدخول في ميادين القتال. فأصبح الأمر جليا واضحا بعيانا بيانا. طيب دكتور محمد، هل من دعم دولي اليوم للجيش لمحاربة تنظيم داعش في هذه المناطق واستهداف المرافق النفطية؟ بطبيعة الحال هو الجيش الليبي لا يخف بمفرده في مواجهة هذا التغول التركي القطري وهذه المجاميع المرتزقة التي يتم الزج بها، يعني هو سواء من دول الإقليمية، دول العربية الشقيقة، لا يخفى على أحد الدور المصري، الدور الإماراتي، الدور السعودي، الدور الأردني، الدور البحريني، هذه الدول تقف إلى جوار القوات المسلحة، لأن أمن واستقرار وسيادة ليبيا مرهون بوجود قوة عسكرية على الأرض ليبيا صرفة. هذا جانب. على الصعيد الدولي هناك الموقف الفرنسي، يعني الموقف الفرنسي واضح، داعم للقوات المسلحة ويقف في وجه هذه المجاميع الإرهابية، خاصة أن فرنسا متضررة من وجود هالجماعات الإرهابية في ليبيا. آخر عملية تمت في النيجر منذ 4 أيام و5 أيام التي قتل فيها 5 من جمعية خيرية فرنسية تعمل في النيجر، قتلتهم المجاميع الإرهابية في هناك في النيجر.
فالدعم الدولي متوفر للجيش، والا لما استطاع الوقوف والصمود طيله هذه المده امام ثاني اكبر قوه في حلف شمال الاطلسي الناتو وهي تركيا، بالاضافه الى المجاميع كما قلنا المجاميع الارهابيه من دول المغرب العربي، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من الشيشان، من الايغور، من افغانستان، من كل دول العالم الان ليبيا تحولت الى مكب للنفايات البشريه ومركز تدريب للارهابيين ومخزن للاسلحه ونقطه عبور للهجره السريه وللارهابيين تصديرهم الى دول الجوار لزعزعه الامن والاستقرار في شمال افريقيا وفي دول المغرب العربي وفي مصر. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي من القاهره.